تحالف نبني قبل لا تفوزون بالانتخابات دمرتوها. أيام معدودة وأحزاب العملية السياسية على موعد مع عزوف شعبي عن انتخابات مجالس المحافظات في العراق وسط استغلال واضح للمال السياسي وتوظيفه لخدمة المرشحين عبر شراء الذمم وأصوات الناخبين دون حسيب أو رقيب. مرشح لا يثق بالناخب وناخب لا يثق بالمرشح، معادلة تصف حرب شراء الأصوات المستعرة بين المرشحين قبيل الانتخابات بإنفاق ملايين الدولارات على حملاتهم الانتخابية مستغلين موارد الدولة بشكل كامل لمصالحهم الحزبية. اليوم وفينا بعهدنا ويا أخويا وحبيبي واني عمنون اني لابو سارة تومر. استغلال للنفوذ السياسي والميليشياوي أيضا والتمدد على المؤسسات الخدمية التنفيذية في رصف الطرق ووضع محولات كهرباء واستغلال النفوذ في استحصال رواتب دائرة الرعاية الاجتماعية بذريعة مساعدة العائلات الفقيرة، إلا أن الأمر في حقيقته عملية شراء أصوات. مطالبات شعبية بمنع استغلال موارد الدولة في الترويج الانتخابي وضرورة الإفصاح عن تمويل الأحزاب وفق القانون النافذ، إلا أن حكومة السودان تغض الطرف عمدا لصالح أحزابها وميليشياتها وضمان بقائهم في السلطة. ربعكم، أهلكم، ناسكم، أصدقائكم تقدرون عليها، تريدون كارتات، هاي كارتات موجودة، نوزع لكم مال المعطرات وسياراتهم على مود من تطلعون أصدقائكم، أهلكم، ناسكم، قرايبكم، علقون بالسيارة هاي المعطرات هسه نوزع لكم كارتات هاي موجودة ونريد همتكم. سخرية واسعة في الشارع العراقي من وعود المرشحين الذين يحترفون الظهور قبيل الانتخابات مقدمين خدماتهم باستعراضات إعلامية وقتية في ظل الدعوات المستمرة لمقاطعة الانتخابات بعد فشل مجالس المحافظات في تقديم الخدمات وانتشال المحافظات من واقعها المتردي خدمياً.